الحمد لله رب العالمين، نحن في بلدة سكن مع هذا اللقاء الطيب مع الكرام الوالد المر والأخ سليمان أستاذ أحمد والد محمد والد ماجد الأخ محمد والوالد مسعود والشباب والأخ سالم خلفان ومجموعة من الشباب ما شاء الله. هذه العادة الحسنة، أهل القرية مكان واحد يفطروا مع بعض، نوع من الألفة، نوع من الترابط بين الآباء والأبناء. الأبناء يتعلمون من آبائهم السلوكيات الاجتماعية، والآباء يعني ما شاء الله يبادرون، كل يأتي بشيء يسير فيكتمل هذا اللقاء الطيب الرائع. نسأل الله الألفة والمحبة ويبارك في هذا المكان ومن سكن في هذا المكان. وهذا المر متقول في هذا اللقاء، متقول في هذا اللقاء، ها جامد تعاونا بعدها، ها السالمي، ها اي نعم الحمد لله. يا الله كيف الاخ حمد، ما اهميه مثل هذا اللقاء؟ هي تعرف يعني الحروب و... طبعا احنا متعودين سنويا في يعني شهر رمضان نعم من زمان. طلال. طلال بش شعورك مثل هذا اللقاء؟ ها خلاص عندك ما طلال ها هو المسؤول تفضل. شعور طيب يعني. اها ما الذي تستفيدون انتم الشباب يعني لما تلاقي اباكم كذاك ملتمين لما واحده تعلم من الكبار؟ تعلم ما شاء الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. ومن اللي كان يصور اسمك؟ طلال. طلال جزاك الله خير طلال. والاخ سليمان. سليمان فيش انطباعك مع هذا اللقاء؟ والله طبعا انطباع شيء طيب.